وجبتنا سريعا وهنبتدي نقول المقادير بتاع الوصفة الأولى. أول وصفة هنعملها النهاردة وصفة الفلي بصوص الشبت. السمك المقادير بتاعها هنجيب كيلو سمك فلي، أي نوع سمك، مش هنقول سمك معين، أي نوع سمك أنت حباه. هيكون التتبيلة بتاعت السمك العادية جدا اللي هي ثوم مفروم، زيت نباتي، وليمون وملح وفلفل وكمون. دي التتبيلة اللي احنا عارفينها خالص، ما فيهاش اي، انا مش عامله فيها اي حاجه، هو الثوم والثوم كمون وليمون وملح وفلفل. طيب صوص الشبت بقى هنعمل ايه؟ صوص الشبت ايه مقاديره؟ الصوص بتاع الشبت بتاعنا 4 معالق كبيره زيت زيتون وعصير ليمون وثوم مفروم وشبت وملح وفلفل. هي دي الوصفه بتاعتنا. طيب اول حاجه هنعملها كده في الوصفه بتاعتنا، هنحط الطاسه بتاعتنا اول حاجه، عشان ايه دايما كل مره باجي احط الطاسه الاقيها بارده وانا شغاله. فاول حاجه هعملها جوانتيات عشان هنشتغل في السمك. هنعمل ايه؟ هنبتدي نتبل السمك بتاعنا. ايه هي تتبيله السمك؟ زي ما احنا قلنا هنجيب بوله كمان عشان ايه نتبل السمك بتاعنا. ادي السمك الفليه، اي نوع سمك. في حاجه كمان احنا هتلاقوها في المقادير واحنا كنا كاتبينها على الشاشه، اللي احنا في تتبيله السمك واخدين زيت نباتي وحاطين في صوص الشبت زيت زيتون، في فرق. طبعا هقول لكم ايه الفرق ما بينهم، ليه استعملت هنا زيت نباتي واستعملت هنا زيت زيتون. هنعمل ايه في التتبيله بتاعتنا؟ هنحط الكمون، عصير الليمون، انا عايزه الحبه القليلين، الليمون بتاعنا. هنحط، ناخد البوله معانا نحط هناك الملح، وادي الفلفل الاسمر وشويه زيت نباتي. هنعمل ايه؟ ادي كده دي التتبيله بتاعت التتبيله بتاعت السمك. والثوم كنا هننسى الثوم خلاص، وهنبتدي نقلب كل ده مع بعض، وهبتدي اخد السمك بتاعي انزله في التتبيله. ممكن احنا طبعا هنتبل وهنشتغل على طول، ممكن انت تتبلي وتسيبيها في التتبيله حوالي نص ساعه. احنا ليه حطينا هنا زيت نباتي؟ هو زيت الزيتون افضل اللي احنا نستخدمه على البارد، هو ممكن نستعمله بس اهم حاجه ما نوصلش بزيت الزيتون على النار اللي هو يدخن، دخن يبقى انا كده فقدت الفايده بتاعته. فما يبقاش احنا بنستعمل مكون من المقادير بتاعتنا، من حبه مقادير اللي احنا بنبقى مستعملينها في الوصفه، وفي الاخر ما استفدتش بالفايده بتاعتها، يبقى انا كده ما استفدتش اي حاجه خالص، يبقى انا استعملت زيت الزيتون وفقدت الفايده بتاعته. فاحنا لازم واحنا بنستخدم المكون بتاعنا في الوصفه بتاعتنا لازم نعرف هو ازاي بنستعمله في الوصفه بتاعتنا عشان ما نفقدش الفايده. ادي كده الزيت، هقلبه على الجوانتي، تمام كده. هبتدي اخد الزيت، وطبعا احنا واحنا بنستعمل في الوصفات بتاعتنا نحط شويه زيت نباتي. لازم نعزز الوصفه بتاعتنا بمكونات لازم تكون صحيه لجسمنا عشان معانا استاذه هبه. الو الو، ايوه ايوه، استوائيه، ازيك حبيبتي؟ مساء النور، منورانا يا استوائيه حبيبتي، الله يخليكي بنورك، اتفضلي. انا كان عندي سؤال بس كنت عايزه اسال حضرتك، ايه الوصفات اللي ممكن تبقى متاحه لينا ان احنا نشتريها واحنا بره البيت، وصفات صحيه؟ يعني منتجات ولا منتجات وصفات؟ منتجات صحيه. طيب انا هجاوبك، انا هعمل لكم حلقه مخصوص عن المنتجات او الحاجات اللي انتم ممكن تقدروا اللي انتم تشتروها من بره لما تبقوا بره البيت وعايزين تاكلوا اكل صحي. هعمل لكم حلقه مخصوصه بالحاجات دي ان شاء الله، وهقول لكم برضه انا في كام نقطه، برضه في كام سؤال جاي لي على الفيسبوك على صفحه البرنامج عايزه ارد عليها. في جالي سؤال كان بيسالني على الميه، الناس اللي عندها
مشاكل في شرب الميه بالذات بعد عمليات التكميم وتحويل المسار. تمام، انا كده عملت ايه؟ انا تبلت. تمام، انا تبلت كده الفراخ وحطيت شوحتها خلاص. هتعمل ايه؟ انا هسوي كده خلاص، انا كده يعتبر السمك خلاص خلص. هبتدي اخد بوله ثانيه اعمل صوص الشبت، هحط فيه زيت الزيتون والليمون الثوم تمام حلو قوي كده والشبت. انا استفدت كده، انا استخدمت الزيت الزيتون على البارد. هزود بس، هاخد من الوصفه، نغش بس من الوصفه اللي بعديها شويه زيت زيتون محتاجينه، يبقى يجيبوا لنا بقى ايه من الوصفه الثانيه زيت زيتون. تمام تمام عايزين الشبت بقى. الشبت فيه نسبه فايده، الشبت فيه نسبه فايده رهيبه، مفيد جدا، بيعادل نسبة السكر في الدم، في بيطرد عملية الغازات الزيادة، في ناس بيبقى عندهم مشكلة في الغازات بيطردها. تمام، فاحنا كده مكونات. تمام، بيعالج كمان الإسهال، فاحنا عندنا كده سمك بروتين أوميجا 3 زيت زيتون، في فايدة برضو رهيبة جدا، بيساعد على الهضم. تمام، ادي ده كده صوص الشبت بتاعي خلاص. طيب الوصفه، هي الوصفه كده خلي بالكم يا جماعه هي خلصت، يعني انا هبتدي ادور بس على السرفيز اللي انا هقدم فيه عشان هطلع السمك واحط فيه. انا بحب اعمل جدا السمك عشان بصوا ما فيش، انا يعتبر احنا بقالنا كام، احنا بقالنا قد ايه معايا على الوقت؟ 10 دقايق ولا اقل؟ وخلاص يعتبر الوصفه خلصت. تمام، عايزه اعلي النار؟ لا، هبتدي بصوا ننزل كمان ميته التتبيله بتاعته، اوسع كده الكام قطعه اللي عندي واكمل كده. السمك بتاعي خلص، ما فيهوش اي مشكله خالص، وصفه سهله يعني. ممكن فعلا لحد دلوقتي لسه مستنى المشاهدين، لسه ما عملش غدا لحد دلوقتي وعنده سمك فيليه، او سهل اللي هو يتصل بالسماك يجيب من عنده سمك فيليه، مجرد هو هيعمله خلال نص ساعه يكون متغدي، اقل كمان من نص ساعه، يعني نص ساعه دي عشان كمان يعمل رز الصياديه جنبه. تمام، طيب انا كده السمك خلاص، هو مش مستحمل اكتر من كده، هي نقرب بس الطبق بتاعنا. فعلا السمك زبدة. احنا لسه عايزين نملح الصوص الشبت بالملح والفلفل، ما حطيتلوش الملح والفلفل بتاعه. جالنا سؤال على الصفحة عايز طريقة الرز باللبن بطريقه صحيه، انا هقولها لك بطريقه صحيه. اولا هنستخدم لبن خالي الدسم، ثانيا هنستخدم سكر دايت. تمام، دي الحاجات الاساسيه عشان ناخد، وبلاش القشطه، بلاش الناس اللي هي بتستعمل القشطه في الرز بلبن بلاش. تمام، هتعمل ايه بقى؟ انا كده دي الاساسيات البيزك عشان يبقى حاجه وصفه صحيه. طيب هناخد نص كوبايه رز، هنشطفه شطفة خفيفة جدا. تمام، طيب نكمل باقي الوصفة. معانا شروق دلوقتي على التليفون. الو الو، السلام عليكم يا سيف. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شروق؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله يا حبيبتي. بصي بقى يا سيف، انا عندي سؤال، يا رب يا رب يا رب تعرفي تجاوبيني عليه ان شاء الله. ده ايه ده سؤال ثانوية عامة ولا ايه؟ لا، اصل ما حدش عارف يجاوبني عليه، فانا قلت اكيد انت بقى بما انك بتعملي اكل صحي وكده هتعرفي تجاوبيني عليه ان شاء الله. بصي انا بعمل ريجيم بقالي كتير. تمام، بس انا بموت في الحلويات وبعشق حاجة اسمها بسبوسة.
الله يخليكي يا شيف، تعملي لي بسبوسه بطريقه ينفع اكلها مع الدايت، عشان انا كل مره اجي اعمل ريجيم اروح مبوظه عشان خاطر موضوع البسبوسه ده. طيب. فلو في طريقه سهله كده اعمل بيها البسبوسه تكون يعني خفيفه كده بس شويه يعني. حاضر. اللي هو بحيث اكلها من غير بس ما ضميري يبقى تعبني. يعني هنتكلم في الضمير دوت مع دكتور النفسيه ان شاء الله في الفقره النفسيه. انا حاضر هجاوبك. اولا البسبوسه، اولا هنبقى متفقين حتى لما احنا بنيجي نعمل دايت ونيجي ناكل الاكل صحي لازم يكون بالقانون، يعني ما ينفعش ان انا برضو ارد عليك يا شروق واقول لك هعمل لك بسبوسه صحيه تقومي قايمه بعد ما تعمليها تقومي ضربه الصينيه حلوه الافيه صدقوا، فما ينفعش. تمام. فهي اخرنا ايه قطعه حتى لو احنا عملناها طريقه صحيه، اهم حاجه واحنا بنعمل بسبوسه يكون نوعيه السمنه كويسه، سمنه طبيعيه، ما نحطش فيها نسبه السمنه كتير. احنا كده هنطلع من المفهوم بتاع البسبوسه اللي هو البسبوسه الطبيعيه، بس هيبقى طعمها حلو وخفيفه، هنستعمل فيها زبادي. فهقول لك او هعمل لك اوعدك ان انا هعمل لك طريقه البسبوسه بطريقه صحيه في حلقه من الحلقات ان شاء الله، ممكن يكون الحلقه الجايه باذن الله. تمام. تمام. انا كده يعتبر خلاص. طريقه الرز نرجع تاني، ناخد نص كوبايه الرز ونرفعه على النار مع حوالي كوبايتين ميه ومعاه شويه لبن، اللبن هنحطه في الاخر، ونبتدي نحطه على النار لمده مثلا ساعه كده على نار هاديه لحد ما الرز نلاقيه استوى تماما. بعد كده بقوم ضايفه له الحليب بتاعي وقوم ضايفه له السكر الدايت بتاعي، وبعد كده بحط له بقوم جايبه كوبايه نص كوبايه لبن وبحط عليه حوالي 3 معالق نشا وبدوبهم، وبعد كده بقوم حاطاه على الرز بلبن وببتدي بعد كده اغرفه ويهدى خالص، وبعد كده اقوم ايه واكله حاطاه في التلاجة. ويفضل بقى لو شويه مكسرات نيه، لوز، كاجو، عين جمل نيه، بلاش متحمصه عشان نفضل يعني محتفظين بالفايده بتاعه المكسرات. تمام. احنا كده خلاص ادي الوصفه الاولانيه بتاعه السمك بتاعنا. اها هنشيل ده كده، هحط الصوص بتاع الشبت ونطلع فاصل سريعا ونرجع تاني. تمام. ثواني لحظه واحده بس نطلع نحط بس ايه الصوص بتاعنا كده. احنا كده وصفه السمك اول حاجه خلصت. ايه رايكم؟ دي كده وصفه السمك الفيليه بصوص الشبت، خلصناها سريعا مع